أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوعنا اليوم هو أسرار العقوبات أو العقاب والابتلاء الرباني. يعني كثير من العلماء والمفسرين أعطوا معلومات حقيقة يعني مفيدة، وشرحوا لنا يعني هذا يعني الأمر تاع العقاب الرباني أو الابتلاء الرباني، ولكن في الحقيقة لم يدخلوا في عمق هذا يعني السر، سر العقاب وسر الابتلاء. فنعلم كلنا أن العقاب هو يعني نتيجة ارتكاب ذنوب أو معاصي أغضبت الله، أغضبت الرحمن، والله عز وجل يعاقب عبده سواء مؤمنا كان أو كافرا. وأنا لاحظت يعني فكرت يعني واجتهدت لكي أرى كل الوجوه، وجوه العقاب وسره. العقاب في الحقيقة هو يعني وجدته على ثلاث أصناف. الصنف الأول هو العقاب الرباني العام الذي يخص كل يعني الناس، كل عباد، مؤمن أو كافر، مشرك إلى آخره. وهذا يعني هو العدل القائم الرباني في الكون كله، ما بين الناس وبين كل خلائق. فمن يعني عمل سيئة يجزى بها، من ظلم الله يعني يعاقبه على حسب ظلمه إلى آخره. والنوع من العقاب الرباني الثاني هو العقاب للمؤمن، وهذا عقاب التزكية، عقاب يعني التطهير. عندما المؤمن أو المسلم يرتكب ذنبا فتصيبه يعني مصيبة أو مرض أو فتنة يكفر بها عنه الله عز وجل، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يعني عندما يصيب حتى وجع رأسها تقول ما هذا إلا بسبب ذنوبي. والله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والعقاب يعني عقاب ثالث هو عقاب يدخل في أسرار يعني اللي هو نوع من النذر. في بعض الحالات يعني كاين بعض المؤمنين يرتكبون أشياء ما بين الحلال والحرام، فيها شبهات، ولكن في الحقيقة ليس إلا هذا. في الحقيقة في بعض الإنسان في بعض الحالات إذا تقرب مؤمنا أو مسلما بشيء لا يحبه الله يسبق عقاب كإنذار له لكي لا تقرب من هذا الشيء، يعاقبه قبل أن يقع في ذاك الشيء أو يدخل في ذاك الميدان إلى آخره، عقابا مسبقا منذرا له أن هذا الشيء ليس في خير. وهذا إلى المؤمن في الحقيقة، يعني هذا إلى المؤمن. أما الابتلاء فالابتلاء وجدته أيضا على ثلاث أصناف. الابتلاء المعروف الأولاني هو الابتلاء يعني للتمحيص، تمحيص العبد المؤمن، به يرى يعني صلب إيمانه، قوة إيمانه، ثبته إلى آخره. هذا الابتلاء ابتلاء التمحيص، يعني تمحيص لكي يعلم الله ما في القلوب، كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، نعلم
والله يعلم في الحقيقة قبل ما يبلي ويبتلي، هو أعلم بما في عبده يعني قبل أن يقع يعني يقع عليه البلاء أو الابتلاء. الابتلاء الثاني هو ابتلاء تدريب وتعليم. في بعض الأحيان الله يدرب ويعلم عبده بالمصائب والفتن حتى يلجأ إلى يعني الفقه والعلم لكي يعتبر أيضا في تلك المواطن اللي فيها بلاء ولا مصائب ولا فتنة، ويبحث عن الحقيقة يعني في الدين. وهذا النوع من الابتلاءات يعني تدفع يعني صاحبها إلى المعرفة، تدفع إلى التفقه، إلى التفكر، إلى التقرب من الله، إلى يعني الأسرار وتفكر في حكم الله، في قضاء الله إلى آخره. وكل هذا يعني خير لذلك المبتلى، لي يعني المبتلي ليس له ذنوب كبيرة، المبتلي قد تكون له ذنوب صغيرة ولكن ليس له ذنوب لي يعني توجب العقاب أو توجب البلاء والابتلاء. والابتلاء الثالث هو ابتلاء ترقية، يعني يكون إنسان لبس به عنده علم، يكون يعني ملتزم بالكتاب والسنة، وعنده يعني ما شاء الله يعني علوم في دينه وفي الدنيا، ولكن هذا الإنسان يبتلى يعني لترقية النفس، لارتفاعها ويعني تقربها من الله عز وجل. هذا الابتلاء هو الابتلاء لكي يرفع الله تلك الروح، تلك النفس إليه ويقربها منه، كما قال إن الله إذا أحب عبده ابتلاه. وفي المجموع يعني في الحقيقة عندما نتكلم على الابتلاء عند المؤمن، لأن يوجد حتى الكافر مبتلى ولا المشرك مبتلى، يعني تصيبه مصائب وفتن وأمراض وإلى آخره، وليس له يعني إلا ألمها وجعها فتنتها، وليس له عند الله شيء. هذا يعني لأن المشرك أو الكافر كالحيوان، يعني ليس له قيمة عند الله، كما قال يعني لو كان يعني لو كانت هذه الدنيا يعني عند الله تساوي جناح بعوضة ما أعطى شربة ماء لكافر. فهذه هم التمييزات يعني اللي الإنسان لازم يفكر فيهم شيئا ما، لأن الأمر يعني غامق، لكل شيء له مقدار ومقادير، وكل شيء يتفاعل سواء في الابتلاء أو في العقاب، يعني يتفاعل مع أمور. إذا كان الإنسان مؤمن ومسلم فهي خير له، فعقوبة لتطهر وتزكي فهي خير يعني، ويعفو عن كثير، يعني حقيقة الله يعفو عن كثير. والعقاب اللي يأتي بسبب يعني ظلم قام به ذاك الإنسان أو اعتداء، فهذا يعني في الحقيقة يعني عدل رباني ويعفو عن كثير كما قلنا. والابتلاءات يعني هذه الأنواع اللي يعني تكلمنا عليها أيضا فيها أسرار، فيها أسرار، وكل هذا يدخل يعني في التفكر الذي يؤدي يعني الإنسان ليفكر في هذه الأسرار إلى القرب من الله. فلذلك الإنسان لا يتسرع عندما تصيبه يعني أي يعني فتنة أو أي مصيبة أو أي مرض، يعني أولا يحاسب نفسه لكي يعرف، لكي يميز هل هو عقاب أو هو ابتلاء. والتمييز هذا يكون الإنسان إذا كان يحاسب نفسه كل يوم، يعرف يعني يحس أنه ابتلاء، ويحس إذا كان يعني هو عقاب، لأنه يتفكر أنه يعني ظلم إنسان أو ارتكب ذنب أو سيئة ولم يتوب منها يعني توبة نصوحة في وقتها، لأن للذنوب للمؤمنين ذنوب وسيئات وكل شر
يقوم به الإنسان المسلم مؤمن الله يرفع عليه. وفي أغلبية الأحياء على كل هذا حسب درجة الذنب ولا السيئة ولا هذاك الظلم على حسب الدرجة، لأن بعض الذنوب يعني تجلب العقوبة يعني كرمشتين، وبعضها يعني لا متوسطة وصغيرة. الله يترك لعبده الوقت للتوبة والرجوع إليه ويوفقه لعمل صالح يكفر به يعني ذلك الذنب أو تلك السيئة يعني التي تجلب يعني العقوبة. وفي الابتلاء أيضا الإنسان يتفكر، لأن الله عز وجل يبتلي أيضا عبده حسب درجة إيمانه. كل ما كان الإيمان يعني قويا يعني يكون ثاني الابتلاء والتمحيص يعني أقوى وأشد. ولذلك يعني بعض الصالحين والأولياء رأوا أن المرارة يعني للابتلاءات والمصائب والفتن والذين مروا بها في حياتهم يعني ممكن يعني لو كان لهم اختيار ما اختاروا تلك الطريق إلى الله، لأن المحبة الله عز وجل لا تشترى إلا بالمر، إلا بالصعب، إلا بالشدائد، إلا بالألم، إلا بالهم والغم إلى آخره. ولكن في المطاف الآخر يعني ينال ما ينال ذلك العبد الذي صبر ومشى في الطريق ويعني صبر لحكم الله. ويعني بالعكس كل ما يعني ربي ابتلاه زاده حبا لله عز وجل. وتلك المقامات لا ينالها إلا عباد الله الصالحين وأولياء الله المقربين. يعني هذه هي، لأن الله أعلم أن أعطينا لمحة هكذا للتمييز ما بين الابتلاء والعقاب حتى نعلم ما بعض يعني هذه الأسرار، لأن في كل شيء يوجد سر باطن على المؤمن أن يبحث عليه في حياته. حتى بعض العقاب يدفع الإنسان لكي يعرف لماذا ويدخل في بحوث إلى آخره، كذلك الابتلاء. وكل هذا وهذا يقربون من الله إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.